أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في الآثار المترتبة على البسملة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقلنا أن البسملة لها آثار على حياة الإنسان الدنيوية، وفي هذا اليوم أيضا نتحدث عن الآثار الأخروية. أيضا ابتداء من أصغر شيء يحتاجه الإنسان أو يعمله وهو الأكل، إلى أعظم شيء، البسملة لها تأثير فيه. هي تحلل الطعام وتطهر الطعام كما ذكرنا، وهي أيضا تطهر نفس الإنسان. الإنسان الذي يواظب على البسملة في أموره يتطهر. لأنها تكشف عن خصوصيتين فيه: الإنسان الذي يبتدئ أموره ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا الابتداء بالبسملة يكشف عن خصوصيتين في هذا الإنسان. الخصوصية الأولى الإقرار بالعبودية لله عز وجل، وهذه صفة الكملين من البشر. الإنسان الذي يبتدئ بالبسملة يقمع الغرور والعجب والأنا في نفسه، لأنه يقر على نفسه بأنه لا شيء، وأن كل ما يفعله وما ينجزه حتى على مستوى الأكل يتحقق بالاستعانة بالله عز وجل، وهذه صفة الكملين من البشر. والخصوصية الثانية أنها تكشف عن أنه عبد شكور، شاكر للنعمة وليس بجاحد لها، لأن الله عز وجل هو الذي أوجده، وهو الذي أعطاه الطعام، وهو الذي لذذه بالطعام، وهو الذي نفعه بالطعام. الإنسان ليس له شيء حتى في أكله، سوى أنه يحمل لقمة الطعام يضعها في فمه فقط. أما التلذذ بهذا الطعام فضلا عن وجود نفس الطعام، ثم انتفاع الجسد بهذا الطعام، هذه ليست من يده، ليست باختياره، هي من الله عز وجل. فإذا بدأ ببسم الله شكر هذه النعم، والشكر النعمة هي من صفات العباد الكملين، بخلاف الذي لا يبتدئ بالبسملة فإنه في المحصلة، سواء كان عن علم وعمد أو كان عن جهل وغفلة، في المحصلة أنه لم يلتفت إلى نعمة المنعم ولم يشكر هذه النعمة.
وجحود النعمة سواء بالقول أو بالعمل من أقبح رذائل البشر. أن الإنسان إذا أقر على نفسه بأن النعمة من الغير ولا يقوم بشكر هذه النعمة، هذه من أقبح الصفات، وهي الصفة التي ظهرت على الشيطان، لذلك الشيطان يشاركه فيها، لأن الشيطان بعد أن أقر على نفسه بأن الله خلقه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه العبارة تتضمن الإقرار من قبل الشيطان بوحدانية الخالق وبخالقية الخالق، يقر على نفسه بذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكنه حينما أمره بالسجود لآدم أبى. هذا الإباء جحود بهذه النعمة، كفران بهذه النعمة. هذه الحقيقة شواهدها في أبواب الفقه المختلفة وفي الروايات كثيرة، حقيقة أن التأثير الكلي في أفعال الإنسان وفي طهارة الإنسان النفسية بالبسملة. الفقهاء يقولون، هذا من باب المثال وتوسعة المفهوم والتوضيح أيضا، الفقهاء يقولون بالنسبة إلى اللحوم، أكل اللحوم، يقولون الأصل فيها عدم التذكية، معناه أن الأصل في كل لحم عدم جواز الأكل، لا يجوز أكله إلا إذا علمنا بأنه ذكي بالطريقة الشرعية. هذا العلم إما بالعلم الوجداني أو بالطريق العلمي التعبدي، يعني تقوم مثلا شهود اثنين يشهدون بأن هذا اللحم المعرض الذي عرض إلى البيع أو المعروض للبيع هذا مذكى، أو الإنسان يعتمد في السوق على القصاب المسلم ويقول بأن هذا حينما يذبح يذبح ضمن الموازين الشرعية. عليكم السلام والرحمة. فإذا علم الإنسان بوجدانه أن هذا اللحم مذكى، أو قام عنده دليل شرعي على أن اللحم مذكى، حينئذ يرفع الشرع يده عن هذه الحرمة ويقول بحلية تناول هذا اللحم. هذا هو الأصل العام عند الفقهاء، يقولون الأصل عدم التذكية إلا إذا علمنا بالتذكية إما بطريق وجداني وإما بطريق تعبدي. طيب، التذكية شنو تأثيرها في اللحم؟ التذكية تطهر اللحم، تنقذه من الآفات والأمراض، تنقيه من الآفات والأمراض، وتحلل أكله. التذكية هم في اللغة هي بمعنى الطهارة، ونذكي يعني طهرة. الإنسان الذكي يقال له ذكي لأن نفسه بدرجة من النظافة بحيث لا تشوبها الظلمات، يصير عنده قوة في النباهة بحيث يلتفت إلى الأمور بسرعة، يتعلم ويستنتج الاستنتاجات أكثر من غيره. الشمس هم تسمى بالذكاء إذا كانت تامة في نورها، يعني لا تحجبها الحجب، لا تمنع منها الموانع سواء في الأتربة أو الحجب الأخرى اللي موجودة في السماء. فالتذكية معناها الطهارة. زين، في الفقه هناك بابان، باب الذبائح
الفقهاء يسموه باب الذباحة، والباب الآخر باب الصيد. في باب الذباحة هناك جملة من الشروط وضعها الشارع حتى يذكى الحيوان عند ذبحه. في الصيد أيضا هكذا، أكو جملة من الشروط. الصيد في نفسه ينقسم على قسمين: الصيد بواسطة الإرسال، يرسل الصائد الكلب المعلم فيصطاد له الصيد، والقسم الثاني الصيد بواسطة الرمي، لازم يرمي للطير مثلا أو الصيد حتى يعتبر بالنسبة إليه تذكية. إذن عندنا ذباحة وعندنا صيد بقسميه، ولكل واحد من البابين أكو شروط. مثلا في باب الصيد يجب أن يكون، في باب الذباحة عفوا، يجب أن يكون الذابح مسلما، مثلا هذه واحدة من الشروط، وأن يكون مقاديم الذبيحة إلى جهة القبلة، وأن يكون الذبح بآلة من حديد، وأيضا التسمية، أن يسمي الذابح عند الذبح، فإذا لا يسمي هذه حكمها حكم الميتة، تعتبر غير مذكات. زين، حينما نجي نشوف هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء، كل هذه الشروط يمكن للشارع أن يرفع يده عنها. شخص يريد يذبح ما عنده آلة حديدية، يقولون الستيل هم كافي. إذا ستيل ما عنده، زجاجة حادة كافي. زجاجة ما كان عنده، فرد آلة حادة، حجر حاد يذبح بها الذبيحة كافي. إلا التسمية، التسمية لا ترفع اليد عنها نهائيا. في الصيد أيضا هكذا، إذا أرسل الكلب يجب أن يسمي، وإذا أرسل السهم اللي يصيد به أو الإطلاقة اللي يصيد بها الصيد يجب أن يسمي. وحتى في الحالات الاستثنائية، مثلا إنسان سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه أحدهم، يقول عندنا جمل، هذا الجمل سقط في البئر لا يمكن إخراجه، كيف يمكن أن نذبحه، كيف يمكن أن ننحره؟ في الجمال نحر مو ذبح، في باقي الأنعام ذبح، أما في الجمال نحر، كيف يكون هكذا؟ هنا بعد في هذا الجمل الساقط في البئر لا جهة قبلة موجودة ولا آلة حديد موجودة، شروط مو متوفرة. الإمام صلوات الله عليه يقول إذا قطعت من ذنبه شيء وسميت عليه حل أكله. بعض الحيوانات صعبة المراس، مثل الثور مثلا أو البقرة الكبيرة، هذا الحيوان اللي نشوفه بيت قصاب واحد يقدر يذبحه ويصلخه ويقطعه مثل الثور، هذا الله عز وجل سخره لذلك، وإلا لو الثور أراد أن يتمرد على القصاب 10 من القصابين 20 من القصابين لا يقدرون عليه، الله ذلله وسخره للإنسان حتى يسلم نفسه للذبح، وإلا الجمل إذا هاج أو الثور إذا هاج من يقدر يقاومه؟ زين، بعض الحيوانات صعبة المراس يريدون يذبحوها تتمرد عليهم، فسئل الإمام صلوات الله عليه أنه هذا بعض الحيوان مثل الثور هاج علينا، سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فتصدى له القوم بسيوفهم حتى يضعفوه، يضربوه إلى أن يضعف حتى يقدرون يسيطرون عليه.
الإمام صلوات الله عليه قال إذا سموا عليه حل أكله. وينها شروط الذباحة؟ شروط بعد ما لم يبق من الشروط إلا التسمية، بس التسمية. ومع ذلك إذا الإنسان نسي، الذباح نسي التسمية، متى ما تذكر قبل الأكل إذا قال بسم الله على أوله وآخره حل أكله. الطعام أيضا متى ما تذكر، حتى لو بعد تناول الطعام نسي أن يذكر البسملة، بعد ذلك تذكر يقول بسم الله على أوله وآخره انطبق عليه العنوان. هذه بها روايات، كلها روايات اللي أقولها، مضامين روايات. إذن حينما نلاحظ هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في باب الذباحة في باب الصيد، نشوف عمدة الشروط، جوهر الشروط، العلة التامة للتطهير والتحليل هو التسمية. الطهارة والحلية يدوران مدار التسمية، أما باقي الشروط إن أمكن الإتيان بها فبها، وإذا لا يمكن الشرع يرفع يده عنها. أما التسمية اليد لا ترفع عنها. ليش؟ لأن عدم التسمية مشاركة الشيطان، شاركهم في الأموال والأولاد، الشيطان يصير شريك. وهذا في بعد الأكل. نجي في بعد عظيم آخر نشوف أثر التسمية فيه شنو؟ الصلاة هي أفضل الأعمال بلا شك، إذا قبلت قبل ما سواها، هي قربان كل تقي، هي معراج المؤمن. الصلاة تكون كالعدم من دون طهارة، لا صلاة إلا بطهور. إذن الطهور هو الذي يبيح للإنسان المؤمن التعبد لله عز وجل، يطهر نفسه أولا حتى يسمح له ويؤذن له في أن يقف أمام ربه ويصلي ركعات. لا صلاة إلا بطهور، معناه إذا لا يتطهر هو محجوب حتى من العبادة. زين، الطهور الروايات الشريفة تقول من أراد أن يتوضأ فليسمي، إذا سمى وهو يتوضأ يطهر كل بدنه. في رواية وكأنه اغتسل. شلون الغسل يعطي نظافة وطهارة لكل البدن؟ الوضوء مع أنه مجموعة غسلات ومسحات في بعض البدن، لكن بسبب التسمية كل البدن يطهر. وأما إذا توضأ ولم يسمي فلا يطهر منه إلا مواضع الغسل والمسح فقط. زين، إذن هذه الصلاة التي هي معراج المؤمن وقربان كل تقي، متى تكون قربانا ومتى تكون معراجا للمؤمن؟ بالتطهير وتمام الطهارة بالتسمية. هناك رواية أخرى، هذه الرواية فيها بعض النكات أقرأها عليكم. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، اللي هاي الرواية تفيدنا أنه ما من صغيرة ولا كبيرة حتى الأمور البسيطة لأفعال الإنسان تحتاج إلى بسملة، بركتها نورانيتها كلها بالبسملة. يقول صلوات الله عليه إذا توضأ أحدكم
أو شرب، يريد يشرب ماء، أو أكل، أو لبس، يريد يلبس له في الثوب، يريد يلبس له فرد قميص. بعدين يقول وكل شيء يصنعه، كل شيء، يريد يكتب، يريد يطبخ، يريد يطلع العمل، يريد يسوق سيارته، أي شيء. وكل شيء يصنعه ينبغي له أن يسمي، ينبغي، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. فشوف يطلع الشغل يدق، بركة ماكو، يروح السيارة يشتغل يصطدم شيطان إلهي، سوي له حادث، شغلها ما تشتغل، شيطان يصير شريك في أموره. والشيطان ويا المؤمن شنو هو؟ عدو لكم، عدو، شخص يشيل على أكتافه عدوه، يوصله إلى خير ما يوصله. فكل النحوسة اللي يشوفها الإنسان الذي لا يسمي لازم يعرف من شريكة جاية، هاي الشراكة لازم يبطلها. كيف يبطل هذه الشراكة؟ بالتسمية، بالتسمية يبطل هذه الشراكة. في هذه الرواية المباركة الإمام يقول وكل شيء يصنعه ينبغي له أن يسمي. هاي ينبغي هنا فيها إشارة، إشارة لطيفة جدا. ينبغي، ينبغي في لسان الروايات والآيات تستعمل في الأمر شديد الأهمية، على تعبير الفقهاء والأصوليين شديد الملاك، قوي الملاك، ملاكه ملزم في حقيقته، مصلحته بالغة، إلا أن الشارع خفف فيه على العباد. لذلك الإمام هنا ما قال وكل شيء يصنعه يجب عليه أن يسمي، قال ينبغي له أن يسمي. هذا الينبغي يكشف عن وجود مصلحة ملزمة في هذا الأمر، ولكن الشارع رحمة بعباده، تسهيلا بعباده، رفع عنهم الوجوب لرفع الكلفة. ولكن رفع الوجوب لا يعني رفع الأثر الوضعي، الأثر الوضعي باقي. مثلا في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني شنو ما ينبغي له؟ يعني الشعر لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله، لا يليق، لا يليق يعني مفسدته عظيمة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما قال يحرم عليه، بس حتى يشير إلى النكتة الواقعية أن هذا المقام، مقام النبوة، مقام الخلافة الإلهية، مقام عظيم لا يصله قول شاعر وقول شعر، لأن الشعر وأقوال الشعراء في أشعارهم غالبا فيها مبالغات كثيرة، وبعض الشعراء اللي لا يلتزمون بضوابط الأخلاق والإيمان هو باطل هواية، هم أكو في كلامه له لعب وباطل وتشبيب، ورذائل الشيطان موجودة في أشعاره، بعض الشعراء الذين لا يلتزمون بالقيم وبالموازين الأخلاقية. كذلك في قول الإمام صلوات الله عليه لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، لا ينبغي يعني لا يجوز، لا يجوز للإنسان المؤمن إذا وصله خبر من ثقة
من ثقاتنا أن يشك في هذا الخبر، يشكك فيه، لا يجوز هذا. هنا أيضا الإمام بنفس هذا المنطق يقول، يقول وما ينبغي بل وكل شيء يصنعه ينبغي له أن يسمي، معناه أن المصلحة ملزمة لكن الشارع ما أوجبه على العباد، ما قال يجب عليه، لأن لو كان الشارع يقول التسمية واجبة في كل شيء كان الناس وقعوا في عسر وحرج شديدين. تخفيفا على العباد، لطفا بالعباد، ما قال يجب، قال ينبغي، حتى أهل البصيرة يفتهمون أن هذه القضية عند الشارع مطلوبة، رفعها للرحمة فقط. لكن رفع الكلفة هذا لا يعني أن الأثر الوضعي مرفوع، الأثر الوضعي موجود. إذا الشخص مو واجب عليه أن يسمي، ولكن إذا ما سمى شاركه الشيطان، هاي مشاركة الشيطان ما يخلص منها إلا إذا سمى. زين هاي منين تجي؟ بس أكل وشرب ولبس وأي شيء يصنعه الإنسان، يريد يروح ينام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقول خلي يجي الجاثوم وخلي يجي ذن المزعجات في النوم، الأحلام المزعجة والرؤى المؤلمة وهيجان الأبخرة وهالآفات اللي في النوم تجي للإنسان. وحتى في باب الصلاة هناك رواية، هاي الرواية فيها إشارات مهمة للإنسان المؤمن لابد وأن يلتفت إليها. في صلاة الجماعة سابقا ذكرت لكم أن أصحابنا يقولون بأن البسملة جزء السورة وهي واجبة في الحمد وفي غيرها، أما غيرنا لا يقولون. اللي هم يقول منهم البعض فقط في الحمد. ففي صلاة الجماعة إذا انعقدت الصلاة وتقدم الإمام وشرع في الصلاة، الشيطان الذي يشارك الإنسان في كل مكان هنا أنا ما موجود، هو لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وين أكو عمل خير وين أكو عبادة الشيطان ناصب روحه. زين الشيطان هنا موجود كأنه أكو، حسب المستفاد من هذه الرواية الشياطين أحيانا يتبادلون الأدوار، كل وقت فرد شيطان يجي يوقف بعدين يسلم الدور لغيره. فالشيطان الأول حينما يريد يذهب يأتي الشيطان الثاني بديلا عنه، هذا مفاد الرواية وهذه حقائق يتحدث بها المعصوم صلوات الله عليه، بس احنا عيوننا ما تشوف، مشكلتنا المشكلة فينا. فهذا الثاني اللي يجي يسأل الأول يقول له هذا المصلي قصد إمام الصلاة سمى في صلاته أو لا؟ إذا قال له لا لم يسمي، إذا قال له نعم سمى، هو هم يروح ويا الأول، اثنين هم يتقاودون يروحون وين ما يروحون. وأما إذا قال لم يسمي، الرواية تقول جاء هذا الشيطان الثاني وجلس على عنق الإمام وصار هو إمام القوم، صلاة إمامها شيطان، صحيحة؟ لذلك ما قبلت لهم صلاة ولا صححت لهم عبادة. صلاة اللي إمامها الشيطان صلاة باطلة وغير مقبولة. هذه إشارات فيها لازم نعرف
وين تأثير ذكر اسم الله تبارك وتعالى في الأمور؟ من أبسط الأمور، من اللباس الذي نلبسه إلى العبادة التي هي قربان كل تقي، وهي معراج المؤمن. الإنسان لا يخلص من الشيطان إلا بالتسمية. منو يفهم هذا المنطق، هذا المنطق النوراني الموجود عند أهل البيت عليهم السلام؟ أصحاب القلوب النورية. أقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في حديث تفضيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء. هناك جملة من الخصوصيات التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وآله على غيره من الأنبياء، منها سورة الحمد. سورة الحمد مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله، كل الأنبياء لم يعطوا هذه السورة إلا البسملة. البسملة فقط أعطيت لسليمان بن داود، لذلك هي هذه البسملة المباركة وردت في كتابه إلى ملكة سبأ، لأنه هذه البسملة الله عز وجل أعطاها لسليمان بن داود. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول حينما أعطيت له البسملة، لاحظوا كلام سليمان شنو في هذه القضية، حينما أعطيت له البسملة قال سليمان: يا رب ما أشرفها من كلمات. وهذه حقيقة، كل إنسان حتى غير المؤمن يسمع بالبسملة، يقرأ بالبسملة، تشرح قلبه، تنور القلب. حتى غير العارف بالقرآن، غير العارف بالدين أصلا، يسمع بسم الله الرحمن الرحيم، هي في نفسها تنير القلب. فقال سليمان: يا رب ما أشرفها من كلمات. لاحظوا أهل القلوب هنا يبينون: إنها لآثر من جميع ممالك التي وهبت لي. سليمان أعطي ملك لا ينبغي لأحد، الجن والشياطين هم كانوا مسخرين إليه، ممالكة عظيمة كانت. سليمان يقول هذه الكلمات الشريفة أعظم من كل الممالك التي وهبتها لي. قال الله تعالى: يا سليمان وكيف لا تكون كذلك، وما من عبد ولا أمة، يعني امرأة، سماني بها إلا أوجبت له من الثواب 1000 ضعف، 1000 ضعف ما أوجبت لمن تصدق 1000 ضعف ممالكك. 1000 ضعف من ممالك سليمان لا تضاهي ثواب بسملة واحدة. المادة تذوب أمام هذه الأشياء، الملك يذوب أمام هذا الملكوت، يذوب يضمحل. كل ممالك سليمان 1000 ضعف من ممالكه إذا شخص يتصدق بها لا يضاهي البسملة. لذلك معروف عن في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن بلقيس كانت طاغية، ملكة سبأ كانت متجبرة، ومن طغيانها كان أسلوبها حسب الرواية عن الإمام الصادق أن أي كتاب كان يجيها من ملك، من عظيم، من سلطان،
قبل أن تفتح هذا الكتاب تنظر فيه، تبزق فيه أولا لغرورها وعلوها، ثم بعدين تفتحه وتشوف شنو فيه. لكن حينما جاءها كتاب سليمان، سليمان على الكتاب كتب بسم الله الرحمن الرحيم، حينما جاءها الكتاب ما فعلت هذا الفعل الذي تفعله مع كل الملوك، وأخبرت قومها قالت أنه قد جاءني كتاب كريم. كريم هذا أثر شنو؟ أثر البسملة. حتى الإنسان غير المؤمن إذا قرأ البسملة وذكر اسم الله عز وجل تنعكس على روحه، تنعكس على قلبه. زين، هذا كله في حسابات الدنيا، أما في حساب الآخرة إشارة سريعة أشير إليه وننهي الكلام. في الآخرة من أخطر المواقف التي يمر بها الإنسان ثلاثة، أخطر المواقف. موقف الأول موقف الموت، الموت من أصعب المواقف اللي يمر به ابن آدم، لأن انتقال من عالم إلى عالم فيه ما فيه من الأهوال، الكل يخشى، أنبياء أولياء ماكو أحد لا يخاف من الموت. والثاني الجواز على الصراط، والثالث تطاير الكتب، نعوذ بالله. في هذه المواقف حتى الأنبياء يضطربون فيها، خصوصا الجواز على الصراط. لكن في الروايات الإنسان المؤمن إذا جاز على الصراط، إذا مر على الصراط وقال بسم الله الرحمن الرحيم، النار تخاطبه تقول له يا عبد الله ذكرت اسم الله عز وجل، ذكرك أطفى لهبي. وإذا كان من أهل النار وأدخل في النار وذكر البسملة، الرواية تقول تباعدت عنه النار مسيرة 40 سنة. هذه لمن؟ هنا محل العبرة والعظة، هذه لمن اللي إذا جاز على الصراط النار تخاطبه بعد أن ذكر البسملة أنه أطفأ اللهب؟ النار طبعا في الآخرة، هذه لا يخفى عليكم، أنتم من أهل الفضل، ماكو شيء في الآخرة ميت، لا يتحدث، لا يحس، لا يدرك، لا يسمع، كل شيء في ذاك العالم يبصر ويحس ويتكلم ويشهد، كل شيء بما فيه النار. تفصيل من شاء التفصيل فليرجع إلى كتب العقائد. لكن المؤمن الذي ينال هذا الحظ العظيم هو من واظب على البسملة حتى صارت من ملكاته، من ملكاته. لأن الصفات النفسانية على قسمين، أحوال وملكات. الأحوال يعني الصفات التي أحيانا الإنسان يتحلى بها وكثيرا ما يتركها. فرد شخص عنده 80% كذب وفد 20% صدق، هاي صفة الصدق، حينما يصدق هي حال بالنسبة إليه، حال يعني تارة تحل فيه وتارة لا.
ولكن الشخص الذي يواظب على الصدق كل كلامه صدق صادق فيه، إذا واظب على هذه الصفة صارت الصفة من ملكاته وسجاياه، والإنسان في الآخرة يحشر بسجاياه. هاي السجايا والأخلاقيات النفسية اللي الإنسان يعيش بها بالدنيا هي نفسها راح يحشر فيها في الآخرة، فاللي يربي نفسه على الملكات الفاضلة يحشر فاضلا في الآخرة، والذي يترك نفسه ولا يربي نفسه على الملكات الفاضلة ويربي نفسه على الصفات الرذيلة يحشر بنفس هذه الصفات. الإنسان بسجاياه يحشر. هذا هم بحث عميق ودقيق، من أراد فليرجع إلى بحث المعاد يشوف شنو التفاصيل اللي هناك العلماء قايلينها. زين، إذا الشخص في دنياه في حياته الدنيا التزم بالبسملة في كل أموره، واظب عليها في صغائر الأمور وفي عظائم الأمور حتى صارت له ملكة، هذا اللي عند ملكة هي سجية له في الآخرة، يمشي على الصراط يذكر اسم الله عز وجل، حتى لو يودوه للنار يذكر اسم الله عز وجل لأنه ملكة له لا ينفك عنها. أما إذا كانت البسملة من الأحوال فلا شك في أن الإنسان في الآخرة الذي ينسى ابنه وينسى أبوه وينسى أمه وينسى عز الناس إليه، المرضعة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يذكر بعد بسملة؟ ما يذكر بسملة لأن ليست من ملكاته. فلا بد وأن الإنسان المؤمن ينتبه إلى هذه الحقيقة، البسملة مو مسألة الإنسان يحفظها في يوم ويهملها في أيام، لا بد وأن يواظب عليها في كل حياته حتى تصبح من سجاياه النفسية وفي الآخرة تنجيه من عذاب جهنم. إذن نلاحظ أنه الإنسان وين ما يروح في دنياه في أخراه هو مبتلى بصفاته النفسانية، فإذا كان في الدنيا شريكا للشيطان هاي الشراكة في الآخرة هم راح تودي وين؟ إلى جهنم. وإذا في الدنيا نجى نفسه من الشيطان ببركة بسم الله الرحمن الرحيم فإنه في الآخرة من الفائزين. إلى هنا البحث في باء البسملة ما انتهى، ولكننا ننهي، ومن بكرة إن شاء الله البحث في معنى الاسم. هذا الحكي كله كان كم ليلة في معنى الباء في البسملة. من بكرة إن شاء الله الحديث في الاسم، شنو هو الاسم؟ هذا بتفصيل، والحمد لله رب العالمين.